الريح العاصفة. إسرائيل تمسح إيران طولاً وعرضاً بمقاتلاتها الجوية. لم يكن خبر اختراق المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-35 للأجواء الإيرانية وقيامها بتنفيذ مهام استطلاعية على كامل الأراضي الإيرانية من قبيل الأخبار العادية أو الأخبار الطبيعية، فهي العاصفة تسبقها فعلاً بوادرها. فإسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بمسح إيران طولاً وعرضاً إلا للتعرف على كل المواقع العسكرية الإيرانية وإحصاء المواقع النووية والتقاط أحدث الصور للمواقع شديدة التحصين. وطوال ساعات ممتدة تجوب فيها الطائرات والمقاتلات الإسرائيلية سماء إيران، لم تتعرف الدفاعات الإيرانية المهترئة على طائرات إسرائيل ولم تتصد لها، بل إن الرادارات الروسية ذاتها القريبة من إيران وتلك الموجودة في سوريا لم تعلم بالأمر. والمستخلص من هذا أن إيران مكشوفة تماماً أمام سلاح الجو الإسرائيلي، ومكشوفة تماماً أمام القاذفات الأمريكية العملاقة وأمام حاملات الطائرات الأمريكية بكل ما تحمله على ظهرها. الملالي غير قادر على ستر نفسه أو أرضه أو إخفاء قدراته أو منشآته، كل ذلك سيكون في غمضة عين أو في غضون ساعات قليلة، مجرد كومة هائلة من التراب. لكن الأمر لن يتوقف عند ذلك فقط، فالعالم كله سيتوحد خلف الضربة الإسرائيلية والأمريكية القادمة لسحق الملالي وتحطيمه والقضاء على أذرعه الشيطانية الميليشياوية.